ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردمشت. قطار وماشي. رأيت طفلا بالكاد يبلغ الثالثة راكضا وهو يحمل حجرا ويرمي به على القطار الماشي الذي كنت أركب فيه. كان صغيرا ومعبأ بطريقة غريبة لرمي هذا الحجر، كما أن البريق الذي لمحته في عينيه كان يدل على تصميم رهيب لإيصال تلك الحجرة إلى هذه النافذة. فطخينا من الرعب يا شباب، ولكن الحجرة ما وصلت والقطار ضل ماشي، والولد الصغير عاد ليلعب بوكر للنمل محاولا الوصول إلى طاحونة النمال السحرية في عمق الأرض. لكن بالنظر إلى ما فعله مع القطار فيبدو أنه كان حريصا جدا، بل يبدو أنه انتظر طويلا هذه اللحظة ليدخل نادي العمالقة من ضريبة الحجر على القطار يضربوا بشكل واحد واحد. ذاك أنهم يقولون في أنفسهم أن القطار ماشي وماشي وما رح يوقف، لو ضربناه بحجر سبب شعر أو كسر في إحدى نوافذه شو يعني، وبالتالي يصل القطار ويكون إنجازنا أننا علمنا عليه. وصحيح أنهم كانوا أطفالا لطيفين ذات يوم، لكنهم الآن ليسوا برقة هذا الببو الداخل إلى أجواء الشر عن جديد. مهم أن ردة فعل القطار تجاه هؤلاء هي أنه بيمشي وبيمشي حتى يوصل، حتى أنه لا يراهم، بينما تكون ردة فعل الركاب هي تحت شعار اللي بيحب النبي يخلي فيخلون وترتطم الحجارة بالنافذة، وكفى الله المؤمنين شر القتال. لكن بالمقابل هناك طفل على السطح في إحدى القرى التي يمر منها القطار جالس منذ الصباح وهو ينتظر القطار كي يلوح لك. نعم إنه يلوح لك، فلماذا تخجل من التلويح له؟ لماذا لا تقوم بتحيته ردا على حسن استقباله لك؟ وهو لا يلوح لك حصريا، لا، إنه يلوح لكل القطار، والقطار يرد له التحية بالمقابل. توت، هذه تحية القطار للأطفال، وبعد عن السكة يا أحمر. هكذا حدثنا هردمشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.